بونسوار تو الموند. انا اليوم ريبورتر بالباص ورح نبلش هلا مع طلاب ورح نشوف شو ردة فعلهم تجاه البرايم والتوب فايف شو بدهم يقولوا كل شيء. يلا نبلش مع هايدي. هايدي مبروك رجوعك للتوب فايف. ياسين حبيبي الاول، يعني انا عايزه اقول ليك هارد لك وان شاء الله تخش في التوب 1، يعني التوب 5 سوري الاول. اصل يا جماعه كان بينافسني، ايوه اصل هو كان بينافسني ان هو ازاي انا خرجت من التوب 5 وهو لسه. الحمد لله، اول شيء نقول اليوم كان البرايم كثير حلو وكلنا غنينا حلو، وان شاء الله نكون عند حسن ظن الناس كلهم والجمهور اللي حبنا. بقول ان شاء الله اقول لاهلي اني رفعت راسكم، واقول لكل الشعب السعودي وكل الخليج وكل العالم اللي بيحبني ان شاء الله رفعت راسكم. ومبروك للتوب 5، مبروك لهايدي طبعا التوب 1 الملكه رجوعها للتوب 1، ومبروك لإيهاب ومروان ورفايال في حد ناقص. مين معنا؟ أنيس حبيبي. وان شاء الله كل برايمات كذا. وشكرا لك نسيم، وان شاء الله تطور من نفسك شوي، تحسن من نفسك شوي. شفت ماي فانز ووجهي كثير استغربت، فكثير تاثرت وبلا جد. يلا شو رايك بالبرايم؟ كيف كان اليوم البرايم؟ شو بتحبي تقولي للتوب 5؟ برايم رائع، وبعدنا ناطره اطلع بالتوب 5 صار لي متردده بس اتس اوكي. مهم انه عم بعمل منيح انا والكل عم بيعمل منيح. بدي اقول مبروك لكل واحد وخاصه انيس حبيب قلبي اللي طلع. شو هي حبيب قلبي اللي طلع بالتوب 4 انت؟ ايه توب 4 وكل اللي طلعوا البقيه. بدي اقول مبروك لهايدي لانه عن جد بتستحق، صوتها رائع وهيك. الحمد لله انه انا مازلني في التوب 5، مازلني المركز الرابع، راجع شوي لكن سبعة. رح نحاول نقدم المرات الجاية وإن شاء الله ما بال تكون بالتوبات الأسبوع الجاي، أوكي؟ لأنه كان عندنا بيرفورمنس كثير قوية، عملت كثير مليح، و أتراب يو ار أميزنج، يو دونت كير، أوكي؟ مش لازم أرجع بالتوب. أوكي، ونسيم أنت أبداً مش لازم تكون بالتوب، لازم تكون نوميني الأسبوع الجاي حتى تهنى من شخيرك في الليل. اوكي و مبروك لهايدي، مبروك لكامل اللي كانوا في توب، و توحشنا سهيلة. ان شاء الله ربي يشفي سهيلة، نحن بنقول ان شاء الله ربي يشفي سهيلة. بدي اقول لهم للشباب انه البنات لما بدهم يرجعوا بقوة، و الشباب كمان باحلامكم. كان البرايم كثير حلو اليوم وانا كثير مبسوطة، كلنا غنينا حلو، وبتمنى التوفيق لكل اصحابي ومبروك لكل اللي طلعوا بالتوب 5. وميرسي نسيم، انا مشغوله مع الفت تبعي. كي حمق وناسه كي حمقوا وانا كنت حماق عليكم بحال ديما. كنبغي نقول لكم كونوا معايا بحال ديما، وانا كنتسطى عليكم، كنلقيتكم كلكم نعنقكم، وانا فرحانه بزاف بزاف بزاف. ان شاء الله نكون شرفت بلادي وشرفت والديا بحال ديما، وشرفت ماما حبيبه ديالي، وانا فرحانه بزاف. ومبروك للتوب كاع اللي كانوا في التوب 5، ومبروك لهايدي حبيبه ديالي كتستاهل الشوبينغ. لو ما جبتيليش حاجه هقتلك. ايوه بقى، والشوز يا هايدي. وانا كثير فرحانه بزاف، وميرسي نسيم، وكنحمق عليكم. انا محافظ بعدني على المرتبه الثانيه، واذا على راه الجمعه الجايه مرتبه اولى وشوبينغ. وانا حبيبي انبسطت لك، انا كثير انبسطت لك لانه ما فت على التوب 5 وغنيت منيح اليوم. أنا رأيي بالبرايم كان بياخد العقل. بدي هني هايدي حبيبة قلبي، مبروك توب 1 مرة تانية. تستاهل تكون بالتوب 1، وأنا جمعت جي توب أكيد توب 1 حبيبي بتحلم. هذا كان رأي مروان. يلا بدي أقول مبروك لأنيس ولإيهاب ولرافائيل ولإلي أكيد على توب 5. وشدوا همتكم أنت جمعت جي، لأنه أنت مختفي من التوب 5. شو صاير؟ رح أرجع بقوة. يلا باي باي. مبسوط طبعا بالاغنيه، غنينا الحمد لله كويس. البرايم النهارده كان طالع يجنن بصراحه، ومبسوط جدا لبنت بلدي هايدي لتاني مره بتاخد التوب، ومبسوط طبعا لكل اللي فات في التوب 5. وان شاء الله البرايم الجاي يبقى احسن ونفوت احنا كمان برضو في التوب 5 ان شاء الله. يعني اكيد بشكر الله انه كان برايم كتير حلو للكل، وكلنا غنينا منيح، وهذا اهم شيء انه كلنا نطلع بصوره حلوه. اليوم بتشكر نجم جوزيف عطية كثير على المعنويات اللي اعطاني اياها على المسرح، المعنويات الرائعه اللي اعطاني اياها. اللي حسيته يعني ابدا ما حسيت يعني ما تخيل شو الحلو الاحساس اللي كان اللي عطاني اياه اول ما فتت وكيف تعامل معي بالغنيه. اكيد هو الفضل الاكبر انه انا كان ادائي يكون بهذه الطريقه الناجحه. بقول مبروك لكل التوب فايف وعم نتقدم فشخه فشخه. كنا فايف صرنا فور، كنا نومينيه صرنا فايف صرنا فور، وهلا 3 ومروان ان شاء الله يضل بهالجهد ويضل بالطو. احلى ايهاب من الاشخاص اللي بيستحقوا كانوا يكونوا بمراتب كثير عاليه بالتوب فايف. وانت كمان ايهاب عامل جهد كثير كبير، وان شاء الله يضل بهالتقدم. هالشيء ما يهزه كثير، ولانه كلنا بنعرف انه ايهاب قادر يوصل كثير وكلنا قادرين نوصل. انا مبسوطه جدا. البرايم النهارده كان حلو قوي 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 قوي، الحمد لله كلنا كنا حلوين، غنينا كويس جدا. وعايزه اقول مبروك للتوب فايف، وحبيبه قلبي هايدي حبيبتي شرفتي مصر ورفعتي راسها حبيبتي، مبروك عليكي. وعايزه اقول شكرا للفنان جوزيف عطيه ان هو جه رفع معنوياتنا قبل ما نطلع على الستيج وادانا طاقه. وعايزه اقول مبروك لحبيب قلبي مروان حياتي، الف الف مبروك. ومبروك لرافائيل، ومبروك لانيس، ومبروك لديدا وايهاب. مبروك لايهاب، وان شاء الله الاسبوع الجاي هكون انا في التوب فايف ان شاء الله باذن الله. ان شاء الله ما تتعودوش، ماشي ما تتعودوش. كان معكم محمد نسيم رايسي من باص الاكاديميه. اليوم بحب اقول انه البرايم كان مزيان برشا وغنينا كلنا بالقدايه الحمد لله. والتوب فايف مروان هايدي انيس ايهاب ورافائيل نقول لهم مبروك وبرافو على الشغل، وان شاء الله نكون معكم الاسبوع الجاي، ودمتم في سعاده وخير وسلام.